المكتب ذا اوفيس كيف تجربتك فيه؟ والله كانت تجربة حلوة صراحة، تحدي. بس شوف البادي لانجويج ماني حاسه يعكس الكلام. لا بالعكس، كانت تجربة حلوة وتحدي، ترى كون انك تجيب شيء ايقوني معروف وتجي تسوي نسخة منه ترى ما هي سهلة، مو انه انا بمشي على نفس الخط حقهم. اللي قارن بينكم وبين سوتس، سوت ترجم للمصري بالضبط، وانتو ذا اوفيس في تشابه كبير بس ستراكشر واحد، ولكن في تويكس بسيطة تناسبنا أكثر يعني. بس البادي لانجويج الأمريكي تحسه مقبول إذا سواه السعودي؟ لا والله نفسها، لأن الكوميديا واحدة. حاس إنه انظلم ما أخذ؟ لا لا، أنا أعرف إن القضية هي لازم أنت تكون جماهيرية، وكون إن المسلسل إذا ينزل يومياً غير لما ينزل حلقتين كل أسبوع. لا أنت داخل على طمعك، أنت أبي أبو 300 حلقة. إيه، وأنا أبغى زي الميراث كل يوم، فهمت، لمدة 3